جمعية الوفاق الإباضية ببسكرة تحتفي بحافظ القرآن الكريم هنا في الزاوية. هو تقليد سنوي ترعاه الجمعية بإقامة حفلين، أحدهما رجالي للحافظ وآخر نسائي للحافظة. هذه عادة قديمة ونتبعوها من 2013، لكل سنة عندنا تخرج 3 أو 4 بنين وبنات. هذه السنة لنا طالب وطالبة، فما احتفلنا في هذه الليلة مع الطالب، غدا إن شاء الله يكون مثل هذا حفل نسوي خاص بالطالبة. حافظ القرآن ملزم باستظهاره صعودا ونزولا، ويتولى أحد شيوخ العزابة التقييم. يحضر عندنا شيخ من مشايخ حلقة العزابة من بريان، يكرم يوجه يلبس الحولي، وهو كما يسموه أحولي، في هذه الوقت يدخل رسميا في حلقة إيروان. إيروان أو مجلس الحفظة يضم الخلف الذي يرتقي إلى مجلس العزابة، وهو أعلى هيئة قيادية في بني مزاب، والوافد الجديد هذا العام هو هذا الفارس. بدأت دراسة القرآن من السنة الأولى ابتدائي إلى الثانية ثانوي. نشكر الله أولا والوالدين والأساتذة بكل الحضور أجمعين. تحفيظ القرآن لدى الإباضيين ببسكرة يقوم على برنامج خاص. بالنسبة للطلبة الذين يدرسون في المدرسة الرسمية لديهم توقيتين في هذه المدرسة، توقيت بعد صلاة الصبح إلى غاية الساعة 7 صباحا، ولديهم فترة أخرى هي الفترة المسائية من 5 مساء إلى غاية 8 ليلا. وبالنسبة لقسم التحضير الصغار لدينا توقيت من الساعة 8 صباحا إلى غاية الساعة 12 زوالا. جدير بالذكر أن سلطات الولاية المدنية والعسكرية حضرت الحفل، وتولى والي الولاية تكريم الحافظ الجديد.